السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بنيتي الغالية، حين أثق فيك فإني حينها أؤكد ثقتي في نفسي وفي تربيتي وفي تربة الخصبة التي حرصت على إثرائها متوكلا على الله تعالى، لتكون لك منبتا حسنا وبيئة نقية تجدين فيها كل ما يجعلك قرة عين لي ولوالدتك، بل لمجتمعك ووطنك وأمتك. وأعلم بأن هذه الثقة تعني أيضا أن تكوني أنت على قدرها وأهلا لها، تحرسينها بإيمانك بربك المطلع على خطرات قلبك، وتحوطينها بمروءتك التي تحثك على كل فضيلة وتمنعك من كل رذيلة، وتمدينها بنصغ حبك الكبير لي ولأمك ولأسرتك وانتسابك لهذا البيت الكريم، تحفظين حقه عليك وانتماءك له، وأنت على علم بأن تفوقك تفوق له، ونجاحك في أي عمل نجاح له، وأنك سمعته الكريمة وعطره الجميل وامتداده النبيل. وحين تغيب هذه المعاني عن أي فتاة فترضخ لإغراء أو نزوة أو ضعف لا قدر الله، فإنها تعرض تاريخها وتاريخ أسرتها للخدش الذي قد لا يربأ. ابنتي، أنا أثق بك. يا همسة في الروح يا بوح البنات. معشر الآباء والأمهات، إن الكلمات التي تسمعونها لأبنائكم كل يوم هي من تربي وتبني من شخصياتهم، هي أيضا من تقدمهم للمجتمع، فأبناؤكم اليوم هم حصاد كلماتكم في الأمس، ورصيد نتاج أبنائكم في الحياة هي الثقة التي يتلقونها منكم كل يوم. أخبروا أبناءكم أنهم أقوياء بمبادئهم وأعتقوا سراحهم من الشك. تقول إحداهن: إنني ضحية لفرط الشك من عائلتي، أدفن رأسي كلما سمعت صوتهم حتى لا أتلقى شكوكا جديدة، وأشعر أنني مقيدة بحبال الشك أينما ذهبت، وأشعر أنني دائما على خطأ، وأنا التي ما زلت أشد الناس حذرا من الوقوع به. لقد أصبحت أبرر ما لا يحتاج التبرير لأرضي شكوكهم التي ابتلعت ثقتي. والداي، إن لم تؤمنا بشخصيتي فكيف سيؤمن بالمجتمع؟ إن ثقتكم بأبنائكم هي ثقتكم بتربيتكم، وأنكم نجحتم في خلق جيل صالح مهما اختلط بالناس يبقى الوازع الديني يحميه، فالزهر لا يفقد رونقه مهما جاور الصبار. واجعلوا أبناءكم عظماء في أعينكم، لأنهم حينها لن يجرؤوا على السقوط. حياكم الله. لا شك أن ما يسمعه بعض الآباء وبعض الأمهات عن انحراف قلة من البنات في مجتمعنا أحياناً، وفي كل المجتمعات توجد انحرافات، يجعل الوالدين مما يسمعون من هذه القصص يبدأون يحرسون أو يخافون، خلينا نقول، على بناتهم من أي شيء قد يوصل أي فتاة لا قدر الله إلى هذا الانحراف الذي سمعوا عنه. وقصص هذه الانحرافات التي تبدأ بجوانب عاطفية بسيطة، وأحياناً اطلاعهم على شيء من بعض الكلام العاطفي في هواتفهن، وقد يكون هذا موجه إلى حتى فتاة أخرى، ولكن يدخل الشك، يمكن هذه ما هي بنت، يمكن هذا شاب، خاصة أن لغة الغزل أحياناً صارت لغة كثيرة جداً وكثيفة فيما يقوم به الفتاة أو فيما يدور بين الفتيات من حوار. أقول هذا قد يدعوهم أحياناً إلى بعض الشك الذي أبداً لا يأتي إلى درجة الحقيقة، ولكنهم شك يجعلهم أكثر حرصاً وأكثر حراسةً لبنتهم التي بين أيديهم والتي تمثل لهم الشيء الكبير دون شك.
من أجل أن نتعرف أكثر على واقع هذه القضية لا شك أننا الأفضل أن نصل مباشرة إلى سيدة هي في وسط الفتيات وتسمع منهن مباشرة، بل هي مدربة وكاتبة ومعلمة لتحفيظ القرآن الكريم وناشطة أيضا في الأعمال التطوعية والمراكز الخاصة بمجال الفتيات، وهي الأستاذة سارة المبارك. السلام عليكم أستاذة سارة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الرحمن أستاذ خالد. الله يحييك. الحقيقة هذا الموضوع يأتينا في أشكال متنوعة وأبرزها هي استشارات إما من الأباء والأمهات أو من قبل الفتيات، والسؤال المطروح: لماذا نجد نظرة الشك وفقدان الثقة في الفتيات من قبل بعض هذه الأسر؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسعد دائما بأن نخدم بوح، وبوح هو دائما أقول هو صوت الفتاة النابض في كل بيت، سواء كانت أم أخت زوجة أيا كان. نسأل الله أن يعيننا ويوفقنا لهذا اللقاء. أول سبب أجد أن الفتاة قد تكون لا تعرف نفسها، لا تعرف ذاتها، مغيبة عن ذاتها، لا تعرف من هي، ما هي الإمكانات التي تستطيع أن تخدم فيها مثلا من حولها. السبب الآخر نقص قابلية الحوار من حيث الوالدين ومن حيث الفتاة، وهذا بإذن الله سأتطرق له في المحاور الأخرى. السبب الرئيسي وهو قد يكون خوف الرقابة من الله سبحانه وتعالى، ليس لديها الرقابة الذاتية. يعني أحيانا نحن ننبه للفتاة مثلا لا اترك الجوال فترة الاختبارات، لكن لو غرست المعلمة أو الوالدين غرسوا الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو قيمة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك، فهذه قيمة عظيمة. والسبب الأساسي أيضا أن الفتاة لا تفهم ما هي أهمية الحوار، كيف أحاور والدتي، كيف أحاور أختي الكبيرة، كيف أحاور مثلا أبنائي. فلدينا نقص كبير جدا في فهم قابلية الحوار، وأنا أنادي وأناشد كثيرا المحاضن التربوية خاصة المدارس الفتيات مراكز التحفيظ يقومون بدورات ورش عمل تشمل الأمهات وتشمل الفتيات وتشمل كل داعية في محضن التربية. كأنك أستاذة سارة تقولين أن من أبرز أسباب وجود حاجز الشك بين الفتيات وبين أهلهم هو عدم وجود حوار بطريقة صحيحة وآلية صحيحة. نعم أكيد لما يكون في حوار معنى ذلك أن تنكشف الكثير من المواقف التي قد تدعو إلى الشك، والأصل حينما يسأل الأب أو الأم ابنته عن أي موقف غامض يكون السؤال ليس إلا شيئا واحدا، وهو أني والله حريص على أن أعرف الحقيقة التي تسرني، وليس أتتبع الفتاة لأجد عندها خطأ ثم لأعاقبها عليه أو اتخذ منها موقف لا قدر الله. طيب يمكن فيه سؤال مهم: ما الآثار السلبية الناتجة من وراء الشك في سلوك وتصرفات الفتاة، وأحيانا المبالغة في الحرص والمراقبة الزائدة التي تضايق البنت؟ طبعا الإسلام دين وسط، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وكذلك أجعلناكم أمة وسطة، فالأسرة لابد أن تكون وسط، لا تزعج الفتاة بالمراقبة الزائدة الذي لن تعود عليها بالنفع، هذا أولا، ولا تشكك في تصرفات الفتاة. يعني ما يمنع أن مثلا الوالدين يوفرون للفتاة كل مستلزماتها سواء من أهمية ومن كماليات، لكن لابد أن الأم دائما تغرس في بناتها وأبنائها مراقبة الله سبحانه وتعالى. أنا مو معك في الغرفة مثلا وأنت تمسكين الهاتف أو تكلمين أو تفعلين ما تفعلين، أنت راقب الله سبحانه وتعالى. فأول شيء لابد أن تراقب الفتاة الله سبحانه وتعالى. أهم الأشياء أو أهم الأسباب سينطبع هذا على شخصية الفتاة، للأسف سيخرج لنا فتاة مهشمة، فتاة محطمة، فتاة محبطة، فتاة سهلة المطية للوصول والعياذ بالله لوسائل الانحراف أخلاقيا اجتماعيا جميع النواحي. أيضا سيؤثر أيضا إذا هذه الفتاة كبرت وأصبحت أم وربت أبناء، سيكون عليها صعب أنها تتواصل مع أبنائها، لأنها هي المنشأ الأساسي، التربة الأساسية، الأسرة ما ساعدت هذه الفتاة أنها تصل أو يكون لها استقلالية بنفسها، يكون لها طموح عالي، فللأسف هذا سيؤثر على الفتاة. وهذا سيؤثر أيضا، قد تتسبب الفتاة لحالات والعياذ بالله وهذه قليلة والحمد لله في مجتمعنا، الإدمان للمخدرات والانتحار. طيب يمكن السؤال أكيد سيأتي على ألسنة الفتيات، بل أنا سمعته من مجموعة من الفتيات بعدين يصير لها موقف، فعلا موقف خطأ طبعا، يعني استزل لها شاب وبدأت تتراسله أو لا قدر الله أكثر من كذا، تقول أنا خلاص يعني تبت، يعني الله عز وجل يتوب حتى، أسأل الله العافية، حتى اللي يرتكب الجريمة الكبرى والكبيرة. الله عز وجل قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات،
فتقول أنا تبت خلاص، فكيف أستعيد وأسترجع تلك الثقة؟ الحقيقة أنا أضيف هنا إلى أن أحد العاملين في أحد المجالات التي تنكشف فيها هذه القضايا وهذه العلاقات السيئة يقول لي مباشرة، هو يقول الحقيقة أن أعاني معاناة شديدة من أجل إقناع الوالدين أن يعودوا مرة أخرى إلى الثقة مع في بناتهم، أو أحيانا الزوج أو زوجته يقعون في شيء، فكيف أقنع الزوجة أن تستعيد ثقتها في الزوج أو العكس؟ خلينا مع البنات الآن، كيف نستطيع أن أو كيف تستطيع الفتاة أن تستعيد الثقة مرة أخرى في نفسها من والديها؟ طبعا أول شيء تكون واثقة من نفسها، هي لابد أنها تنمي حبها لذاتها. أنا ركزت على هذا الموضوع لأن الفتاة إذا ما حبت ذاتها هي لن تستطيع أن تحب مجتمعها أسرتها صديقاتها. إذا أول شيء أنها لابد أن تفهم ذاتها وتفهم نفسها وتفهم من هي أصلا. هي فتاة مسلمة، لديها حقوق، لديها مبادئ، لديها ثوابت. الأمر الآخر يكون لديها الفتاة علم بسيط بأنها كيف تصل إلى قلب والديها، تجلس معهم جلسة ودية تفهم. وقبل كل هذا أيضا تسأل الله سبحانه وتعالى، فالدعاء مفتاح كل خير، تستعين بالله سبحانه وتعالى وتلح الله في الدعاء. والأنبياء يعني لهم قصص عظيمة مع الدعاء، من سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وغيره. أيضا أهم شيء أن الفتاة لابد عليها أنها تستشير، وقعت في مشكلة أو وقعت في أي أمر معين لابد عليها أنها تستشير ذوي الخبرة. للأسف يأتينا الفتاة ما تستشير الناس الذين أصحاب خبرة، قد تكون هذه المشكلة تتخذ مواقف خاطئة وتزيد المشكلة أحيانا وتخلي فعلا أهلها يبتعدون عن الثقة فيها أكثر حينما لا تستشير أهل الخبرة. لابد أن تكون فتاة واضحة، مثلا ستخرج مع صديقتها مثلا إلى مجمع تجاري مثلا لعمل بحث أو واجب أو أيا كان، ستذهب لمقهى، ستذهب لملتقى، لرحلة، لابد توضح يا أمي أنا لدي هذا الشيء لأني أنا والله مثلا عضوة فعالة. لماذا الفتاة لا تقحم أسرتها في مجالاتها؟ استغرب من بعض الوالدين يعني مع احترامي الشديد ما تعرف ما هي اهتمامات البنت أو ماذا تحب، تقول بس بنتي تخرج. لا بد أنك تعرفين، وقد تسمع من الجارة هذه والجارة هذه ما يسوها، والسبب المحط الأساس أنك أنت أيتها الأم لم تفتحين للفتاة قلبك وسمعي قبلها لتوضح لديك الرؤية. ما يمنع أن البنت تقول يلا يا أمي روحي معي مثلا هذا الملتقى وأعرفك على صديقاتي وأعرفك على المسؤولة. الأم هنا ستحس بالأمان، ما يمنع أن الأم تشارك معهم إذا كانوا في شيء تطوع، إفطار صائم. والحمد لله يعني الأمهات والبنات فيهم خير، لكن يحتاجون إلى الموجه الصحيح. كأنك ذكرت يا سالسة قبل شوي أن في مشكلة في قضية التواصل والحوار، ما الذي يجعل هذا الحاجز موجودا؟ لماذا ينعدم الحوار أحيانا بين البنت ووالدها؟ يعني أيضا أكثر من فتاة تقولي أنا أصلا ما أقدر أتكلم مع أبوي، أصلا ما أقدر أتكلم معه، وأمي تكلمت معه سكتتني على طول، وأنا غلطانة دائما. فماذا أتوقع؟ أنا أتوقع والله أعلم، يعني أنا من تجربة شخصية أجد أنه هيبة الأب لديه هيبة، يعني مهما كبرت الفتاة تزوجت أصبحت جدة لديه هيبة. قد يكون يعني الوالدين كان كبار في السن مثلا أجداد ما يستطيعونهم يوصلون إلى مستوى البنات. هذه غالبة يعني غالبة المشاكل التي تأتينا، أنه مثلا أمي مثلا في عمر 70 60 أمية ما تعلمت ما درست، فكيف بتفهمني وكيف تعرف مجالاتي؟ وهذا أجده يعني لعله عذرا مقبول. قد يكون أصلا الفتاة ما فتحت باب الحوار مع الوالدين، ما عمرها مثلا جلست معاهم، ما عمرها قالت لهم إيش يومياتها، إيش أسوي، كيف يومي، يعني كانها ما عودتهم على أنهم يحاورونها وأنا أود حاورهم هي. نعم. وأيضا نعم. هذه خلينا أيضا نقدم يعني دعوة للآباء والأمهات أن يقتربوا من بناتهم، أن يسمعوا منهن. الحقيقة طبعا لا نبرر البنت حينما تنحرف فهي مخطئة. نعم. بدون أي كلام، حتى ولو كان في دواعي لهذا الانحراف تظل. نعم. هي منحرفة ومجرمة إذا وقعت في هذه الجريمة. لكن إحنا نقول أيضا الآباء والأمهات لا بد أن يعلموا أن التفسير العلمي لعدد كبير من الأخطاء التي تقع فيها الفتاة هو عدم قربهم منها وعدم استماعهم إليها. فلو هم اقتربوا أيضا، أنا أقول أيضا الأب والأم هم مسؤولون كذلك عن تعليم بنتهم كيف طريقة الحوار، يعني كيف تحاور. طيب نحتاج من الأستاذة سارة المبارك بخبرتها أن تعطينا نصيحة هكذا توجهينها أخرى غير نصيحتي هذه للآباء والأمهات من خلال خبرتك. طيب أجد أولا النصيحة للأباء والأمهات، وهناك آخرون سأخصهم بالنصيحة. النصيحة للأباء والأمهات لابد عليهم أنهم يشبعون الفتاة. الفتاة تختلف عن الولد، بعض الآباء ما يفهم أن هذه بنت،
تختلف، اهتماماتها تختلف، تفكيرها يختلف، مشاعرها تختلف، أحاسيسها تختلف، هي تختلف عن الولد في كل شيء. حتى سبحان الله يعني من الناحية الشرعية الله سبحانه وتعالى لما خص النساء بأشياء ما استطاع أن يخصها بأشياء تخص الرجال، فهذا يدلك على أن فطرة الفتاة تختلف عن فطرة الشاب، فلا بد أن تشبع الفتاة عاطفيا، اجتماعيا، مهاريا، اهتماما. لماذا الوالد أو حفظه الله لماذا لا يقول للفتاة مثلا أنا أحبك يا بنتي، أنت رائعة، أنت مميزة؟ لماذا مثلا لا يثني على عمل فعلته، ساعدت والدتها في المنزل، طبخ الطبخة؟ لماذا الفتاة للأسف تجد جفاء من والدها؟ هذا أولا. الشيء الثاني، أيتها الأم العزيزة، لابد عليك أنك تفهمين تفكير الفتاة. هي أنت عشتي في زمن غير زمن الفتاة، لكن هذا ليس معناه أنك تكونين حجر عثرة عليها. البنت إذا لم تسمع، لم تكن كلمتها مسموعة، لم تحترم، لم تقدر، لم تحفز، لم يعني تشبع بالعاطفة، العاطفة الصحيحة. أنا ضد الدلال الزائد وفتح الباب على مصراعيه، هذا أيضا سيء أصلا. صحيح. أحسنتي، شكرا جزيلا أستاذة سارة على ما قدمتي، وأسأل الله أن يبارك في هذا الحديث والحوار وأن ينفع به. شكرا جزيلا لك. الآن نأخذ هذا الفيديو وعنوانه الثقة بالفتاة، كلمات نور الهدى وإلقاء عبدالله الوايلي ومنتاج صفاء الروح، وشكرا لهم جميعا. يا همسة في الروح يا بوح الولاد. تعد الثقة من أهم ما يميز العلاقات، وخاصة علاقة الأهل مع فتياتهم، لما تحققه من شخصية إيجابية مستقلة فاعلة ومؤثرة في الحياة، لا شخصية هامشية انطوائية ولا شخصية انسحابية تحجم عن المشاركة الاجتماعية الناضجة، ولا شخصية ضعيفة تابعة تندفع دون وعي وإدراك لتقليد أنماط السلوك المختلفة ظنا منها أن ذلك هو الأنسب والأفضل. ومن هنا ينبغي إعطاء الفتاة الفرص المناسبة لإنجاز بعض المهام معتمدة على نفسها، يصاحب ذلك التوجيه والمتابعة، وتربيتها على فضيلة حب العمل والرغبة في الإنجاز، فلا تتطبع بالشخصيات الاتكالية ممن تعتمد على غيرها دائما، فتزدهي بمثلهن الحياة وتزداد بهجة وسعادة. فتزدهي بمثلهن الحياة وتزداد بهجة وسعادة. يا همسة في الروح يا بوح الولاد. استشارتنا هذه الليلة من نورة، لكن الحقيقة أن هناك عدد من الفتيات أرسلوا مثل هذه الرسالة أو حتى هاتفونا مباشرة. تقول: أنا نورة، أبلغ من العمر 19 عاما، أعيش مع والدي الذي تجاوز 50، مع أخ لي فقط، وبقية إخوتي متزوجون ومتزوجات. أخي يمارس معي أشد أنواع الشكوك والظلم في كلامي، في تصرفاتي، حتى في خروجي من البيت، برغم استئذاني من والدي وإخبارهم ما حدث وأنا بالخارج. ومع كثرة الشكوك ورمي الكلام أصبح شيئا فشيئا والداي يشكون في، حتى أصبحت أمي تقول: سأذهب معك في كل مكان تذهبين إليه، حتى إلى الجامعة، بل وفعلت. أبي أصبح لا يلقي بالاً على عن آرائي، كلامي بمعنى، يستخف بي ويسكتني عن الكلام. ماذا أفعل يا دكتور؟ كيف أستعيد ثقة أهلي في برغم أني أنفذ ما يقولونه تماماً، لكن ظلم وشك أخي بي يؤثر فيهم. لا شك أن هذا مؤثر حتى في، حينما أشعر بأن هذه الكلمات صادقة وأن هذه الفتاة ليس لها أن تكذب علينا، هي الآن لا نعرفها نحن، ولكنها تتحدث بصدق ليس عن نفسها مرة أخرى، لكن عن مجموعة من الفتيات التي يقعن تحت ظلم الأهل، خاصة الأخ الغيور أكثر من اللازم. نعم، أنا أقول لكل أخ: لا بد أن تغار على أختك،
كما ستغار على زوجتك وعلى بناتك، وهذا من حقك لأنها تمثل شرفك، ولكن ليس صحيحا أن تظلمها. فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، لا يمكن أبدا أن تقبل أنت أن يشكك فيك أحد. الآن أريد أن أقول لكل أب وأم، الإصغاء إلى أي أحد يشكك في بنتك لا بد أن يأتي عليه بدليل. إذا لم يوجد دليل ولا قرينة على الأقل تدل على أن هناك ما يحتاج إلى الاقتراب من الفتاة ومعرفة الحقيقة، فلا يحق لك حتى أن تفتش في جوالها وفي لماذا، لأن ليس لديك دليل. التتبع الزائد والتخون الفتاة قد يقودها إلى ما لا تحب وما لا ترغب. أما أنت ماذا تصنعين؟ عليك أولا أن تتفاهمي مع أخيك وقولي له اتق الله، سوف تكون عندك زوجة وبنات في المستقبل، لا تنكل بي، لا تنكل بي، اتق الله في أختك. إذا كنت تحبني فعلا وتغار علي فعلا فلا بد أن تعلم أنك تحطمني من الداخل. عليك أن تتعامل مع الحقيقة، مع الواقع. ها جوالي بين يديك، هذا اللابتوب بين يديك، هذا أوراقي، تعال شوف ماذا أكتب في دفاتري، ها أنا مكشوفة أمامك، ماذا تريد؟ ليس لك أبدا أن تسمع أحاديث وقصص من هنا وهناك ثم تعود وتجعلني أنا المثال لتلك القصص، أو أنا البطلة لتلك القصص التي تسمعها من بيت غير بيتك. لابد أن تقولي له أنا امرأة طاهرة، أنا شابة عفيفة، أنا فتاة أخاف الله عز وجل في نفسي وفيكم. إذا تحدثت بطريقة هادئة دون شجار وبدون رفع صوت وبدون إيذاء وبدون أي شيء من هالنوع، المتوقع إن شاء الله أن الأخ يرضخ لذلك. أيضا هو يمتلك قلبا دون شك، وهذا القلب قد يلين في لحظة من اللحظات. أخيرا عليك أن تبحثي عن أقرب أهلك إليك، يعني يمكن يكون عندك أخت فاهمك تفهمك، أخ آخر غيره يفهمك. هنا ابحثي عن هذا العنصر الآخر المؤثر على غيرك، قد تكوني أنت غير مصدقة عندهم، فإذا ليكن الشخص الآخر المصدق والذي يتحدث معهم بعقلانية ويقول تعالوا اكشفوا ما تريدون. ليس هناك شيء دون دليل أبدا، لا يتخبأ شيء. علمتني الاستشارات أنه لا يمكن أن يخبئ أحد أفراد الأسرة شيئا لمدة طويلة، لا بد أن ينكشف مهما كان ذكيا، كما يقال إن المجرم لا بد أن يترك دليلا على جريمته، وليس هناك جريمة كاملة. كذلك أي خيانة داخل الأسرة أو داخل البيت من أي واحد في البيت، يعني سواء كان الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو البنات أو الخادم أو السائق أو أي واحد، لا بد أن يترك أثرا، وهذا الأثر سيقود إلى اكتشاف جريمته. لا بد أن تستعيد ثقتك في أهلك، وأنت جديرة إن شاء الله بهذه الثقة. الآن نأخذ بعض تصميمات فتياتنا الكريمات وإبداعاتهن. كذلك تقول أمي اسمعيني كوني قريبة مني وجهيني للتوجيه الصحيح. ابنتك تحتاج توجيهاتك، ابنتك تحبك أما وأختا وصديقة وربما العالم بأسره. كتبته شذا. أيضا ابنتي الحبيبة لن أشك يوما في تصرفاتك وما يصدر من أعمالك، فاجعلي رقابة الله عنوانا تسطرين به تفاصيل كل يوم تعيشينه وإن لم أكن معك. وهذا غيث فرح وتصميم نورة محمد. نورة الحسن وحرف جواهر جابر تقول جواهر أمي وأبي أنتم معنى الإلهام لي، فثقتكم بي تجعلني قدوة لكل من حولي. لا أتذكر الآن كيف أن أديسون كان يقول تقول لي أمي إني أثق بك ولن أخيب ظنها، أنت أفضل إنسان في الوجود. خلونا نملأ بناتنا أولادنا بهذه الثقة. أيضا تقول رهف العبد السلام من تصميم نورة الجوفان، ما يزيد من ثقة الفتاة وهمتها للمسير نحو الأفضل هي ثقة والديها بها. عليكم أيها الآباء والأمهات أن ترسلوا همسات بيضاء توحي برضاكم وثقتكم ببناتكم. أيضا تقول منيرة الرحمة وتصميم متفائلة، نحن بناتكم تربية أيديكم تربية صالحة، أنتم ونحن غراسها، فانتظروا الحصاد تقطف الثمر، والتثقوا بأننا نستطيع أن نتوج تربيتكم لنا وجهدكم معنا بأجمل العمل، فنكون خير خلف لخير سلف، ولن نخذل كل أمل تترقبونه وتنتظرون ثمرته ونجاحها. والله كلمات جميلة جدا يا منيرة. كالفطنة هي بل
كالقطنة هي بلوى أرق لا تحمل في قلبها سوى حبك، تتبع خطواتك وتميل لأفكارك، تسمو بتحفيزك صغيرتك، تلك تحتاج أذنيك الصاغيتين لها، وتلك الحوارات الدافئة والأحاديث الحانية التي تجدد روح الثقة بينكم وتزيدها حبا وفطانة. كوني لها مأمنا قبل أن تكوني أما، لا تزعزعي تلك الثقة بإهمالك، إنها بذرتك فأحسني سقياها. رهف آل ناصر وتصميم نوارة حائل. شكرا نوارة حائل أيضا لأنها متابعة باستمرار ومكثرة أيضا من مشاركاتها معنا. الفتاة جوهرة ثمينة يسعى والدها منذ صغرها بزرع الثقة فيها وسقيها بما يدعم مسيرتها في الحياة بكل فخر واعتزاز، لتنشأ قوية لا تكسر، فتعيش حياتها حريصة كل الحرص ألا تخذل والديها يوما، وتحافظ على ثقتهما، فتسير بخطى ثابتة نحو التقدم والارتقاء بالنفس. حرف بسمة غلا وتصميم أيضا نوارة حائل. شكرا لهم وشكرا لكم أيضا أنتم. الآن نأخذ هذا الفاصل ونعود إن شاء الله. حياكم الله هنا وفي بوح البنات، دائما احتفاء بالنماذج المتميزة. شفق عبد الرؤوف الطيب هي النموذج لهذه الليلة، موهوبة ومؤثرة في مجتمعها. السلام عليكم أستاذة شفق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن تحدثينا عن مواهبك طموحاتك ومتى بدأت معها مسيرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية حابة أشكر قناة المجد لأنها منحت لي هذه الفرصة بالمشاركة بصراحة. ثانيا بالنسبة لسؤالك أستاذ، طموحاتي، أنا هدفي الأساسي لكل ما أفعله هو أن أترك أثر إيجابي في من حولي، سواء كان بتغيير عادة سيئة أو حتى بزرع بذرة لعادة حسنة. هذا ما يدخل تحت مسمى إصلاح الأفراد. فأنا أؤمن أنني إذا أصلحت الفرد فأنا بالتالي أصلح المجتمع. هذا هو هدفي الأساسي وما أطمح إليه. أحسنتي. متى بدأ معي؟ لو كل واحد أقول يعني لو كل واحد قالت تشفق هالكلام هذا صلحوا الناس كلهم، ولذلك هذا يعني فعلا نعم. هدف عظيم وعليك تتمسكي به. حدثينا نعم. الآن يعني نريد أن نعرف كيف استطاعت شفق أن تتميز وتضع بصمتها وتكون مؤثرة في مجتمعها هكذا. حقيقة أنا أرى أن في مجالي بالذات الذي أنا احتفأت به اللي هو التدريب، تميزي كان في مخالطتي لأكثر من عقلية، فهمت عقليات مختلفة، فبالتالي أسلوبي إعدادي أنا أراعي جميع هذه العقليات أن يصل هدفي للناس بكل ما تفهمه كل عقلية مختلفة. هذا ما يميزه يعني عن باقي المحتويات، لأنني أرى أن محتويات وأشياء كثيرة لا تقتني هذا الأسلوب، بالعكس تشعر أنها موجهة لفئة محددة فقط. طيب هل هناك دور، أكيد هناك دور، خلنا نقول ما الدور الذي قامت به أسرتك لتصلي إلى تميز موهبتك وتعزيز الثقة في نفسك؟ دور كبير جدا. أولا وقطعا منحها الثقة العالية لي، منحها الثقة العالية لي والدعم المعنوي في أن أبحث عن هذه الموهبة، أولا أن أجدها ثم أتبناها وأنميها. ليس فقط هذا، بل كانوا يحاولون فعلا بشتى الطرق أن يجعلوني أشعر بهذا، أن يجعلوني أشعر بأنهم مهتمين، بأنهم نعم يريدون. وليس فقط الأسرة، يعني نثق ببناتنا، ليس فقط الأسرة والمحيط الأسري، بل حتى المحيط الاجتماعي. المدرسة لها دور كبير جدا، وكان أنا شخصيا المدرسة كان لها دور كبير جدا في وصولي لهذا النجاح يعني، ولله الحمد. يعني الأنشطة، التداريب التي تقام في المدرسة المواكبة للرؤية كانت تدعمني معنويا وتشجعني لإظهار هذه الموهبة يعني، ولله الحمد. جميل. يعني المدرسة أيضا لها دور في هذه القضية.
كبير أكيد، ليس فقط الأسرة. ودي أسألك أيضا سؤال آخر، يعني ما دور القراءة والاطلاع والدورات التدريبية وغيرها؟ كان لها دور كبير بحيث أنك بتكتسب خبرات في مجالات مختلفة ممكن تفيدك، يعني ليس فقط في مجالك، في كل مجال، يعني كما يقولون أخذ من كل زهرة الرحيق كي أصنع العسل، فمن كل مجال يكون لك خبرة محددة تغير نظرتك أنت بنفسك. يعني تحبين، أقول تحبين تشاركين وتحبين تكونين فاعلة؟ أكيد، وهذا بالضبط. أكيد كل مشاركة أكيد ستزيد شفق خبرة جديدة وإضافة ومعلومات. أكيد ليس فقط في مجال واحد أو مجال الذي أخطفت فيه. من الحسن أيضا، ويعني حقيقة أنا أشكر والدة شفق والدها كذلك، لكن سأشكر والدة شفق ونستضيف الآن أيضا. السلام عليكم أستاذة. عليكم السلام والرحمة. حياكم الله وشكرا جزيلا لك على أيضا مشاركتك معنا. الله يبارك فيك. بداية نريد أن نعرف كيف ساعدتي ابنتك شفق على تنمية مواهبها ومنحتيها هذه الثقة العالية؟ طيب الحمد لله، وذلك الفضل من الله. الحمد لله. شكرا جزيلا طبعا للاستضافة. طبعا كلنا نعلم انه الثقة في البنت او الابن يعني هي اساس ثقته بنفسه، والتي بدورها يعني ثقته بنفسه بتسهم بشكل كبير في بناء شخصيته وابرازه كفرد مؤثر في المجتمع. فمن خلال هذا المفهوم كانت مساندتي ومساعدتي في تنمية هواية ابنتي الشفق بالدعم، المدح، توفير الجو المناسب لي، تشجيع على تطبيق ما استفادته من تلك الهواية في حياتها. هي طبعا تحب القراءة جدا، فتستفيد من يعني كل شيء قرأته ممكن تطبقه أو تستفيد منه في حياتها هي. فلله الحمد يعني هي كانت أهل لهذه الثقة يعني. تستاهل هذه الثقة، هذا جملتكم، وهذا الحقيقة إن رسالة نقولها لكل أب وأم، أعطي الثقة أيوة لابنتك ستجدها إن شاء الله يعني تجملك في كل مكان. أستاذة آمين يا رب. يعني أنت تربين شفق وهي صغيرة بين يديك، هل تتوقعتي لها هذا المستقبل الجميل؟ والله حقيقة يعني من هي صغيرة فعلا، يعني أنا شايفة فيها، كنت يعني ممكن أكون شايفة فيها المستقبل ده، لأنه كانت يعني مطلعة من هي صغيرة، يعني لحوحة مثلا في أسئلتها عشان تعرف الحاجة، يعني المعلومات اللي هي غايبة عليها بتسأل عشان تعرف. فيعني الحمد لله هي يعني اكتشفتي موهبتها مبكرة وتعاملتي مع هذه الموهبة. تعاملت معها مع هذه الموهبة بالذات، زي ما قلت لك هي يعني أنا شايفة إنها كانت بتحب القراءة والاطلاع كثير، يعني بتحب إنها تعرف معلومات كثير جديدة عليها، تبحث في حياة كثيرة، يعني أنا وفرت لها الحاجة دي على أساس إنها تقدر تستفيد من موهبة يعني موهبتها وتنميها. أم شفق، إحنا حديثنا هذه الليلة هو حول قضية الثقة اللي نمنحها بناتنا فنحصل على مثل ما شاء الله هذا النموذج المتميز. ماذا تقولين للآباء والأمهات الذين عذبوا بناتهم بالشك؟ طبعا أيوة. لا حقيقة يعني لازم كل أم، لازم كل أم وأب يكونوا قريبين من بنتهم، بالذات الأم تكون قريبة من بنتها، لكون إنه البنت تكون الأم تكون في مكان الأخت أو الصاحبة لبنتها، ده شيء مهم جدا بيعزز فيها مفهوم الصراحة مع والدتها، فبيبعدنا عن الشك، بيبعدنا من إنه الأم أو الأب يشكوا في بناتهم. فلما تكون قريبة لها وصريحة معاها، تعرف كل مشاكلها، كل يعني أي شيء مثلا يجي في طريقة تحله معاها، الاستماع لأولادنا منهم صغار يعني، ونديهم احتبار، نحترم وجهة نظرهم حتى وإن خالفونا الرأي، يعني نحاول إشراكهم حسب عمرهم في يعني مع تقدم سنهم، نحاول إشراكهم في حياتنا اليومية، أمور تخص البيت تخصنا إحنا، نحسسهم بالمسؤولية، يعني نوصل لهم الإحساس بالثقة فيهم، عشان هم بالتالي يثقوا في نفسهم ويقدروا يعني ينجزوا في حياتهم. أم شفق، ما هو مؤهلك العلمي؟ أنا جامعية. إيش؟ جامعية. جامعية. والله أيوة. ما شاء الله عليك، أنت تمتلكين حقيقة وعي كبير. وعي نحن. والله أنا أهنئك على هذا الوعي، وأنا بغريب أن تنبت شفق في هذه التربة الخصبة.
الله يوفقها، يوفق جميع أولادك وأولاد المسلمين إن شاء الله يا رب. كما ما ننسى الدعاء مهم جدا للأبناء، يعني أنا بقول أدعو لأبنائكم وبناتكم وحاولوا كونوا قريبين منهم، يعني ولكل أم بقول يعني كونوا صديقة لبنتك وثقي فيها، أمنحيها الثقة عشان هي تكون رقيبة هي على نفسها، ما أنت تكوني رقيبة عليها. أحسنتي، شكرا جزيلا إن شاء الله. للأستاذة الكريمة أم شفق على أيضا هذا العطاء، وأنا أتمنى كل أم تحلل كلام أم شفق تحليلا جيدا. شوفوا كيف تتكلم عن إيش، عن المسؤولية. بعض الأمهات ما تعطي بنتها أي مسؤولية، تهملها. انتبهوا لقضية أني أنا أثق في بنتي، بعض الأمهات ما تعطي الثقة لبنتها الكافية. انتبهوا إلى أني تقول أن أنا انتبهت لبنتي مبكرا فتعاملت مع هذه النبتة الطيبة الكريمة، ولذلك ليس غريبا أن تكون هذه الفتاة الآن المذجنة هذه الليلة، بل في كلمات كثيرة تستحق التوقف معها وتحليلها بطريقة جيدة حتى بالفعل نستفيد منها في تربية بناتنا. شكرا جزيلا، ونسأل الله البركة في شفق وأخوانها وأخواتها وفيكم جميعا وفي كل بنات المسلمين. الآن ننتقل إلى هذه الفقرة التالية. يا همسة في الروح يا بوح الولاء، مرحبا. وأيضا في هذه الفقرة اللي نعتبرها توأم الفقرة الماضية، ضعي بصمتك، معنا الأستاذة هدى محمد الزهراني. السلام عليكم أستاذة هدى. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذة هدى ما شاء الله فنانة تشكيلية ومدربة فنون معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويمكن أن نتعرف عليها أكثر من خلالها. تفضل يا أستاذة هدى. أنا طبعا أتقنت الفنون أساسا، أنا كنت من عائلة فنية وحرفية، الوالد الله يرحمه كان يشتغل على الخشب نجار، ما شاء الله. الوالدة كانت تخيط وتطرز، خواتي ما شاء الله بيت فنون جميلة ما شاء الله، خواتي الكبار واحدة ترسم والثانية كمان اشتغلت على الكروشيه والتريكو ما شاء الله. أنت بتأيدين نظرية الوراثة، يعني بعض العلماء يقولون هل الوراثة علاقة في قضية الموهبة؟ أنت الآن دليل من الأدلة هذه. طبعا دائما الطفل يشوف أهل إيش يسوون يحاول يقلدهم، يعني بيكونوا هم القدوة له، لكن تكون الموهبة موجودة أصلا، يعني الجينات تحمل شيئا من الموهبة. نعم، الفنان نوعين، نوع عنده موهبة من الأساس، هذه موجودة عندي الحمد لله، وفي نوع هو يصقلها، يعني هو قصدي هو يكتسبها كمهارة. أحسنتي، صحيح. نعم، يتعلمها يتدرب عليها فعلا. إيه نعم. وبس بعد كذا طبعا كنت أشتغل وأقطع أشتغل وأقطع، بس مؤخرا لا، يعني رجعت أشتغل وركزت عليها، بحيث أنه أنا الحين صارت عندنا وسائل كثير في السوشيال ميديا تساعدنا على الانتشار وعلى التعلم. وبصراحة لما صاحباتي يعني شافوا شغلي وكذا قالوا حرام ليش ما تنشرين هذا الشيء، وفعلا والله الحمد لله يعني لقيت فايدة مرة كبيرة، يعني صار عندي زباين وصار عندي متدربات وأخذت اعتماد مدرب وصرت أعطي دورات. ممكن تحدينا يعني بعض الأعمال اللي أنجزتيها في مسيرتك الفنية؟ أنا تقريبا خلال سنتين اللي فاتت أنجزت ما يفوق عن 400 عمل ما شاء الله، من لوحة إلى أواني منزلية أرسم عليهم ما شاء الله إلى تطريز. يعني هدى معناه أنت تجين تقريبا كل يومين عمل أو يوم؟ أنا يوميا أشتغل، نعم يوميا أشتغل ما شاء أنا الله يزيدك، تبارك لك. وما أنجزت يعني أتعب. يا سلام، جميل. شيء خلال هذا اليوم هذا اللي يسمونه الشغف، أنه يتحول. نعم، تتحول هذه إلى شغف وحب. طيب الآن أنت في مجال الفن رائعة جدا، كيف استطعتي أن تتحول إلى مجال التدريب، وكيف تجربتك في التدريب؟ تجربتي في التدريب أولا أنا سويت دورتين يعني قبل ما أخذ اعتماد التدريب، بس ما كنت راضي عنها تماما لأنه كنت حاسة أن أنا ينقصني شيء. بس بما أني أنا أساسا موظفة وكنت أعطي برزنتيشن بالأساس، فالحمد لله كان عندي خبرة بسيطة، حصلت لي فرصة أني أنا أحضر الدورة، دورة اعتماد مدرب، وبصراحة يعني
في ماذا تدربين؟ يعني بينت جوانب كثير يعني لازم يهتم فيها المدرب. فأول دورة سويتها بعد اعتماد المدرب اللي توني أخذتها من شهر، سويت دورة اللي هي بالتطريز الثلاثي الأبعاد. أيوة. والحمد لله يعني تمت على خير وبنجاح. ما هو التطريز الثلاثي الأبعاد؟ أنا ما أعرفه. اللي هو بالسلك المعدني بحيث إنه يكون التطريز بارز ملموس. أيوة. تشوفه يعني. كان جرم صار قدامك. كأنه ورد حقيقي تحطه مثلا على شيء يعني بارز. أيوة. جدا. أحسنتي، واضح حربت. طيب هل ترين أنك أتقنت هذا الفن يعني لدرجة الاحتراف وإلى درجة أنك نعم فعلا تقدمين للدورة فيه؟ كيف إقبال البنات على الدورات هذه؟ والله يعتمد يعني مو كثير إلى الآن، يعني إحنا عندنا هنا في المنطقة الشرقية يلاقون صعوبات يمكن كثير سواء من ناحية المادية أو من ناحية المواصلات، بس ما اقدر انا يعني اكد لك تمام، لكن الدورات الاونلاين انا اشوف في اقبال عليها كثير لانه بيسهل لهم من بيتها وبتقدر تحضر الدروس في اي لحظه، هذه عليها اقبال. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك يا هدى. الان على الشاشه تظهر هذه الاعمال الاحترافيه الرائعه جدا، انت المفروض تسوين ايضا معرض. سويتي معرض؟ انا اشتركت في معرضين بارامكو خاصه يعني داخل ارامكو، الحمد لله كانت كويسه، والآن بعد نفس الشيء قاعدة أجهز إن شاء الله باتفاق مع مجموعة من الفنانات راح أسوي معرض شخصي. تخرجتي أنت هدى؟ تخرجتي؟ تخرجت. أنا أصلاً تخصصي مختلف تماماً عن هذا المجال يعني. وش تخصصك؟ تخصصي تقنية معلومات. تقنية معلومات. مهندسين أذكى الناس يعني. لا مش مهندسة، أنا محلل. هذا التصميم والأشياء دي الأشياء الإلكترونية ترى من جنس الهندسة. طيب ما أدري الآن ممكن أسأل سؤال أخير؟ تفضل. كلمة أخيرة توجهينها لأي فتاة تمتلك موهبة ولا تمتلك عزيمة، تمتلك قدرات ولكنها واقفة. أهم شيء وأنا شفت اللي هو دفعني لهذا الشيء التغذية البصرية، أنا كل ما أشوف جمال كل ما أصير أنا يصير في عندي حب لتعلم صنع الجمال هذا. ما شاء الله. وتصير عندي رغبة يعني صرت حتى وقت ما أنام مجرد أني أنا أتخيل شيء جميل أصير أبغى أقوم من السرير وأبغى أروح أسوي أطبق الأشياء هذه. ما شاء الله. حسيت أنه التغذية البصرية جدا مهمة ودافع أنه الواحد يعمل وينجز. كمان التعرف على كثير من الفنانات والمنجزات والنشيطات هذا يدفعك يحمسك ان الواحد يحمس الوحدة انها تنجز وتوصل اللي هم وصلوا له. احسنتي. استاذة هدى لازم اقول لك شيء مهم جدا، ان اصحاب الفنون الجميلة وخاصة اللي يسوون اشكال لازم ينتبهون ان فرص هذه الفنون كثيرة جدا، الفرصة الوحيدة التي لا يجوز الدخول فيها هو صناعة اشكال فيها روح، يعني لما أصنع يعني إنسان أو حيوان أو كذا يمكن أن ينفخ فيه روح، هذا ممنوع شرعا بإجماع العلماء. فإن شاء الله أيضا في دوراتك تنبهين البنات على هذه القضية، وأن ممكن يعني فعل شيء آخر، يعني ممكن إزالة الرأس تماما وبقاء بقية الجسد بطريقة فنية على سبيل المثال. المهم لا يجوز أن يكون هذا الشيء يمكن أن يحيا، وأكيد ننتبه إن شاء الله للفكرة هذه. أيوة ما في، الحمد لله ما في أعمالنا شيء كامل يعني سواء مجسم إنسان كامل ولا حيوان كامل، ما عندنا. أيوة نعم. الأشياء الله يوفقك، الواحد يحاول يبعد عن الشبهات والحمد لله. الله يوفقك، وفرص الفن كثيرة، وأنت أعطيتينا يعني الحقيقة. إحنا ودنا نستضيفك إن شاء الله دامك في الشرقية، في أي مدينة؟ بالدمام. في الدمام. ممكن إن شاء الله يعني الأخوات عندنا في نادي الرائدة الأسرية في الأحساء يستضيفونك وتسوي لنا يوم من الأيام كذا معرض، وممكن يكون معرض بيع، تبيعين طبعا، فممكن يصير معرض بيع، وأنا يعني أسوق لكل بناتنا الفاضلات. علمينك طبعا. أهلا وسهلا، بالعكس أنا أرحب بأي مبادرة كذي. إن شاء الله هذه مبادرة فعلية، وإن شاء الله نغطي حتى هذا المعرض الصغير وتجين عندنا إن شاء الله، وحتى نغطيه هنا إن شاء الله. لكن السؤال كيف أي واحدة الآن تشوف هذا العرض وهذه الأشياء الجميلة تتواصل مع الأستاذة هدى، كيف يعني تصل إلى هذه الأشياء وتعرفها؟ أنا بعد ما أنا تعلمت هذا الشيء يعني من حبي، من شدة حبي للفنون علمت نفسي ذاتيا وعلمتها لغيري
عملت قناة بالتليجرام لدروس مجانية للي حابة تحضرها، فيها ما يفوق 1300 متدربة داخل القناة بشكل دائم. باسم ايش؟ اسمها Art is Fun. يمكن ان شاء الله نطلع على الشاشة. أيوة. مخرجنا ان شاء الله نطلع على الشاشة اسمها. ايوه ان شاء الله يطلعونها بعد شويه، وايضا حسن نخرجها ان شاء الله على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصه ببوح. شكرا جزيلا هدى على ما قلتيه. الله يعطيك العافيه. وانا اهنيك واهني الوالدين الكريمين ايضا يعني على ما وصلت اليه من خير واتقان. وصلى لك التوفيق والسداد والبركه، اللهم صل على محمد. يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا. الان معنا نموذجنا الثاني سحاب. سلام عليكم سحاب. أيوة ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجربة يمكن ترجعنا شوي للوراء بعد النموذجين إلى موضوعنا في قضية الثقة. سؤال صعب شوي، حدثينا عن تجربتك. تجربتي أن يعني أهلي زي كل أم وأب يعني مثلا يرفضون بنتهم تزور صديقاتهم، طبيعي عاد يعني استسلمت لهذا الأمر. التجربة الأخرى مثلا رياضتي، أبغى أمشي مثلا في السطح، يعني إذا جيت أمشي لوحدي يعني أستأذن أسلم على راسها والدتي وعلى يدها، أنا بطلع ترى ساعة، احسبي لي بس ساعة، أنا أبغى أمشي ساعة، أبغى أحرق السعرات اللي أكلتها وكذا. ما أكمل تقريبا 20 دقيقة إلا هي تنادي علي، تزهم علي، تعالي إيش عندك لوحدك فوق، إيش تسوين؟ طبعا استأذنت منك، لا خلاص مستحيل أكمل الساعة يعني أنا لوحدي أمشي في السطح. طبعا أنا يعني مو بنت مراهقة يعني حتى تخاف علي، يعني أوكي حرصها حرص مطلوب لكن ما هو بالصورة اللي مرة يعني. كم عمرك سحب؟ دمر. عمري أبلغ تمام 32 عام. 30 عاما، يفترض ان يعني الثقه كبيره ان شاء الله. هو اللي قلت قبل شوي، انا يعني كنت سمعتينا من البدايه اقول هناك مشكله كبيره في البيوت، هي انهم يسمعون قصص ويخافون على بناتهم ويحولون هذا الخوف من ثقه تجعل البنت تحس بانها يجب ان تحترم هذه الثقه وتقدرها، الى شكوك للاسف تجعل البنت في محنة عاطفية مستمرة، لأن اللي يثقون فيها أهلها، إذا ما وثق فيها أهلها من يثق فيها؟ طيب يعني هل حاولت تناقشينهم في هذه المسألة؟ نعم ناقشتهم، قلت أنتم تربيتكم مو مثل أي تربية، يعني الاثنين الوالدين كلهم تكلمت معهم، قلت أنتم ساعدتم على تحفيظ القرآن الكريم، يعني حفظتوني الكتاب الله عز وجل، مهما كان يعني أي حافظ الكتاب الله بإذن الله يعني ما شاء الله الله يثبته، مهما يحاول إنه يزيغ يتذكر إنه في آيات ترجع يعني صحيح. يعني الحمد لله تربيتي كانت جدا سليمة، يعني التلفزيون ما دخل بيتنا إلا نهاية 26 عام 26 بداية 27 يعني مثلا تربيتكم كانت جدا سليمة في الأساس. أتمنى يعني تعززون الثقة فيني، عزمت صديقاتي، خليت أمي تجلس مع صديقاتي تشوف تفكيرهم، سمحت لأهلي وأخواتي كلهم يجلسون مع صديقاتي كثير، أعزم صديقاتي دائما أعزمهم. يعني آخر فترة الأخيرة يعني صارت قصص في المجتمع هي اللي خوفت الأهل، فعزمت صديقاتي فقلت لهم تعالوا أجلسوا أهلي، فما أحب يجلسون مع صديقاتي، فكان خوف الوالدة إنه تأخروا صديقاتي جلسوا الوقت متأخر لا يأخذون البنت، تهرب البنت كل شوي تنادي تدخل علي أختي تقولها روحي أدخلي عندها شوفي لا يأخذونها تهرب، يعني صارت شكوكهم قاتلة مخيفة، يعني أنا صرت أخاف عليهم كمان مثل ما أخاف على نفسي من شكوكهم وخوفهم. يعني أحيانا يعني مثلا أكون في بيت أختي مثلا أتصل على الوالد إن أنا في بيت أختي يعني عشان أطمنه، يعني حتى لو كانت أخاف أرجع يقول هذا الوقت كله في بيت أختك، لا مستحيل تكوني في بيت أختك، يعني الشك قتل بطيء يؤلم يعني والله صراحة. والله صحيح كلامك، يعني يجب أيضا أن نعيد، وإحنا كثرنا على الآباء والأمهات وأنا أدعو كل فتاة أن تشاهد هذه الحلقة مرة أخرى مع والديها، وجميلة وتحطها في الشاشة أو تشوف الإعادة لهذه الحلقة وتدعو الوالدين للاستماع إليها. كلامك صحيح، قتل بطيء مؤثر جدا في النفس، يشغل الفتاة ويشغل بالها، بدل ما تروح تبحث عن الشيء اللي ينميها ويزيد تقعد بس تعالج القضية هذه. خلونا نعطي الثقة لبناتنا، وبنات إن شاء الله يستحقون ويستهلون هذه الثقة. وهذه همسة أخيرة في أذن كل بنت، يا بنتي أنت جديرة بهذه الثقة، أثبتي لأهلك أنك إنسانة عفيفة طاهرة نقية
وقادرة على الإبداع كذلك، وقادرة على أن تصنعي مشروعك بنفسك وأن تثبتي لهم بأنك إنسانة ناجحة. أنت تحتاجين فقط إلى مساندتهم فقط، ولا تحتاجين أبدا إلى أي كلمة يمكن أن تحبط وتثبط من باب التقويم. التقويم يكون بالكلمات الإيجابية وليس بالكلمات السلبية. شكرا سحاب، شكرا لكل بنت اليوم سمعتنا، شكرا لكل أب ولكل أم توقفوا عند هذه الكلمات التي أقولها وأعطوا بناتهم الثقة واستعادوا الثقة مرة أخرى، أو أعادوا الثقة مرة أخرى في بناتهم اللي أخطأوا ورأوا منهم تحسنا في علاقتهم وفي أخلاقياتهم وفي أيضا في حاضرهم الذي يشاهدونه. شكرا لكم جميعا. أنا أعرف أن هذا الموضوع حساس لكنه يستاهل فعلا أن نطرحه، وأن نطرحه بهذه الشفافية التي ذكرناها قبل قليل. شكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.